فريق العداله والتنميه حول تزويد الاداره بمكاتب الاستقبال وايداء الشكايات. تفضل السيده النائبه المحترمه. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، لا يخفى عليكم المستوى الحقيقي الذي لا ترقى اليه الاداره في اطار غياب مكاتب الاستقبال وايداع الشكايات، وخاصه ان من اكبر الاهداف في البرنامج الحكومي وهو تحسين اداء الاداره. وشكرا. شكرا سيدة النائبة المحترمة. تفضل سيد الوزير الجواب. سيد رئيس، سيدة النائبة المحترمة، نعم، يعتبر تطوير الإدارة من أهداف البرنامج الحكومي، وفي هذا الإطار تم اعتماد مخطط بالوظيفة العمومية، تضمن ثلاث محاور. المحور الأول تتمين الرأسمال البشري، وكان موضوعه المراجعة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، هم حركية الموظفين والتكوين المستمر، وكذلك تدبير مهنة القطاع العمومي. النقطة الثانية أو المحور الثاني تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين، همت أساسا تبسيط المساطر لتيسير الولوج إلى الخدمات العمومية. والمحور الثالث تضمن الحكمة، وهكذا تم وضع الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد التي تمت مصادقة والتعاقد من أجل تنزيل مضامينها هذا الصباح، ومشروع الولوج إلى المعلومة. أما فيما يخص النقطة الثانية وهي الاستقبال، فعلا الاستقبال يشكل أحد الأبواب الأولى للإدارة العمومية، وهكذا وضعت الوزارة برنامجا للاستقبال، فيه التكوين، فيه كذلك آليات، فيه يعني عدة إجراءات ستبسط وتسهل وتؤطر وتوجه المواطنين عند الولوج إلى الإدارات العمومية، وسيتم تعميم. شكرا سيد الوزير. ننتقل الى التعقيب. تفضل سيدنا المحترم عن فريق العداله والتنميه. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، كنتمنوا بالمناسبه سيد الوزير ما تحدثتم عنه بخصوص الاستراتيجيه الوطنيه لمحاربه الفساد اللي ممكن بالتفعيل ديالها ان نتجاوزوا واحد العدد ديال السلبيات في الاداره ديالنا. انا كنهضر معكم اليوم سيد الوزير وكنستحضر الفصلين 157 و156 من الدستور اللي كيهضروا على الميثاق ديال المرافق العموميه لقواعد الحكم الجايه لتير الاداره، واللي كيهضر على تلقي الاداره والمرافق العموميه للشكايات والملاحظات ديال المرتفقين ديالها. السيد الوزير كنطرحوا سؤال حول هذه الاشياء، اين وصلتم في تنزيلها؟ احيلكم سيد الوزير الى بعض التجارب اليوم اللي بدات كتظهر في بعض الجماعات المحليه بعد 14 تنبيه ديال القرب من المواطنين والتعامل الايجابي مع الشكايات ديالهم والمداومه احيانا في الايام ديال العطل وغيرها من الاجراءات. انا كنظن سيد الوزير المواطن في هذه الاشياء ما كيطلبش شي حاجه كثيره او لا شي حاجه مستعصيه من باش نتجاوبوا معها. المواطن كيطلب الجديه، كيطلب التواصل الجيد، كيطلب السرعه في الاداء والنجاعه. هذه الاشياء الثلاث سيد الوزير. شكرا سيد النائب. قاش الوقت للسيد الوزير، عندكم شي تعقيب اضافي؟